مساء الخير يا جماعة. المفروض النهاردة أنا معاكم محمود حسين، والمفروض ميعادنا كل يوم تلات بينزل فيديو جديد الساعة 9، تمام؟ النهاردة المفروض هكلمكم عن حاجة مهمة جدا وبتتسأل كتير أو بيجي عليها أسئلة كتير، وهو الجزء بتاع إزاي أبتدي في مجال الماركتينج، أو أنا في مجال الماركتينج لسه ستارت ومحتاج إن أنا أبتدي بداية صح. مبدئيا كده، واول نصيحة حابب أقولها لك، ما ينفعش تبتدي أز سوشيال ميديا. يعني ما ينفعش إن أنت أول ما تبتدي في المجال تاخد كورس السوشيال ميديا او تاخد كورس ديجيتال ماركتنج او ان انت تروح تشتغل على فيسبوك وكرييت بيج وما الى ذلك بنفس طبيعه البروسس اللي احنا بنشوفها، او البروسس اللي بيمشي عليها اكتر من حد وبتكون بشكل خاطئ، وبعد كده مع الوقت بيكتشف ان هو في حاجات كتير واقعه جدا منه، وفي حاجات مش قادر ان هو يواكبها او يشتغل عليها بشكل صحيح لان هو ما بناش البيزكس بشكل اولي. طيب الصح ايه، او المفروض انت تبتدي ازاي او تكمل في المجال ازاي؟ اول حاجه لازم تعملها تاخد البيزكس بتاعت الماركتنج، تاخد البيزكس بتاعت الماركتنج، اساسيات التسويق نفسها. طيب انت عشان تاخد اساسيات التسويق لازم تفهم الماركتنج اورينتد، ولازم تفهم الكاستمر بيهيفير والماركت ريسيرش والحاجات دي. طب يعني ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي بتسمى اساسيات الماركتنج، يعني اساسيات التسويق نفسه من البداية. يعني ايه تدرس العملاء؟ يعني ايه تدرس السوق؟ يعني ايه تبتدي تدخل السوق؟ يعني ايه تشتغل على منتج لسه نازل جديد ومحتاج تماركت ليه بشكل كويس وما الى ذلك؟ طب هتدرس السوق ده ازاي، او هتدرس مجال التسويق او اساسيات التسويق ازاي؟ عندك كذا طريقة. اولا ممكن تذاكر سيلف ستادي، يعني تشتغل على ان انت تقرأ كتب لناس تقيله في المجال او ناس معروفه وليها اسم في المجال زي كوتلر وما الى ذلك. عندهم كتب اساسيات في الماركتنج بشكل كبير جدا، ودي اول نقطه، مع ان انت تشتغل على الريسيرش بشكل كبير وبشكل محدد. يعني لازم تشتغل ريسيرش بشكل كبير، ولازم تاخد انفورميشن من السيرش بشكل مدقق وفي نفس الوقت بشكل محدد علشان تقدر تشتغل على نفسك بشكل مهم، وتكون واخد المعلومة، انت متأكد ان المعلومة واخدها بشكل مهم جدا وبشكل اساسي. طب دي اول نقطة. تاني نقطة، ممكن تاخد تتابع مع مانيتور، تشوف حد يكون في المجال بقاله سنين كتيرة يقدر يمانيتور ليك الجزء ده، ويبتدي يقول لك والله ابتدي خد السيشن دي، ابتدي ذاكر الجزء ده، ابتدي افهم البوينت دي، لحد ما انت تبتدي تتابع معاه لحد ما يوصلك للاوبجكتيف بتاعتك ان انت ازاي تستارت في المجال. طيب تالت نقطة، ان انت تاخد دبلومة في الماركتنج من مكان يكون ليه اسم ومكان معروف، سواء كان اونلاين او تاخد كورس اوفلاين في اساسيات التسويق وفي البيزك بتاعت التسويق، بعيدا كل البعد عن الجزء بتاع السوشيال ميديا او الديجيتال ماركتنج او البيزك بتاعت الاونلاين ماركتنج. الاونلاين ماركتنج هي مرحلة امبلمنتيشن، مرحلة تنفيذ على اساسيات التسويق. طيب ده الجزء الاولاني اللي انت لازم تخلي بالك منه. طيب انت خلاص فهمت الاساسيات بتاعت الماركتنج، وفهمت البيزك بتاعت التسويق، وعندك باك جراوند فيها كويسه جدا وفهمتها وذاكرتها، وعارف الجزء الاكاديمي بشكل مهم جدا، بعد كده تبتدي تتخصص في مجال معين. يعني ايه؟ يعني بتبتدي تاخد المجالات بتاعت الانفورميتيشن بتاعت التسويق، سواء كونتنت كوبي رايتر، سواء هتاخد اي سي او، او هتاخد الجزء بتاع الميديا باير، او ايا كان، على حسب مجالات التسويق دي. ممكن تسيرش عنها او نتكلم عنها في فيديو تاني بشكل محدد. تاخد الجزء بتاع التخصص في التسويق، تبتدي تقرا فيه وتبتدي تذاكر فيه، وتاخد فيه كورس او تتابع مع مينيتور او دي امبلمنتيشن بنفسك، وتجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل ان انت قدرت فعلا تكون مخصص فيها. ده ممكن ياخد منك وقت لمده على حسب انت واستيعابك وسعيك، من اقل حاجه 6 شهور علشان تقدر تقول ان انت بقيت فاهم في الجزئيه دي، او معاك البيزك بتاعت التخصص ده، سواء ايا كان هو ايه التخصص، ميديا باير او كونتنت او اس اي او، او ايا كان التخصص، او ماركت ريسيرش، او متخصص في البلاننج، او ايا كان. طب انت بقيت خلاص بدات تاخد الجزء ده، وبقيت عارف ان انت شغال في التخصص ده، بتبتدي بعد كده تاخد فيه بوزيشن. يعني انت عدى عليك اول سنتين، فانت خلاص بقيت حد اكسبرت وبقيت فاهم في المجال بشكل كويس، بعد كده بتبتدي تاخد بوزيشن في بوزيشن لحد ما تعلى وتكون فاهم الجزء كويس جدا في التخصص ده. طيب انت بدات خلاص بقيت
مهم جدا في المجال وبقيت فاهم فيه بشكل محدد، فاهم فيه بشكل كبير جدا. بتبتدي بعد كده تشوف انت جوه المجال واخد بوزيشن ايه التشانل اللي انت مع الوقت وانت شغال لحد ما توصل لجزء البوزيشن، ايه التشانل اللي تابعه للكونتنت، او ايه التشانل اللي تابعه للاي سي او، او ايه التشانل اللي تابعه للميديا باير للتخصص بتاعك. يعني مثلا فور اكزامبل انت تخصصك ايميل ماركتنج، فانت التشانل اللي تابعه للايميل ماركتنج انت شغال اوريدي على الميلز، شغال اوريدي على الايميلز. طيب انت لو شغال كونتنت فبتشوف ايه الكونتنت او البابلش كونتنت اللي انت بتشتغل عليه، هتشتغل على تويتر غير اللي بتشتغل على فيسبوك غير اللي بتشتغل على انستجرام، على حسب الكونتنت. طب انت ميديا باير، ميديا باير هيبقى تشتغل اعلانات على بلاتفورمز واحد اثنين ثلاثه وما الى ذلك. فلازم تكون فاهم جزء الامبلمنتيشن علشان لما تيجي تنافس في التخصص ده وتكون فاهم فيه تكون فاهم فيه بشكل كويس. يبقى انت البروسيس كالاتي: تفهم اساسيات التسويق، بعد كده تبتدي implementation في اكتر من مجال لحد ما تلاقي نفسك في مجال معين او في تخصص معين جوه مجال التسويق، وتبتدي تمرن نفسك على الشانل بتاعت المجال اللي انت حددته لحد ما توصل فيه لبوزيشن معين. تمام، ده الجزء المهم جدا اللي انا محتاج اوضحه لك النهارده ومحتاج ابينه لك، ان انت بتمشي على الخطوات دي. ان شاء الله الفيديو الجاي هحاول اوضح لك اكتر البروسيس والتخصصات والشانل على حسب كل على حسب كل قناة. تمام، استنوا كل يوم ثلاث فيديو جديد علشان تقدر ان انت تتابع بشكل كويس، وما تنساش تتابع الفيديو.